الصحة ومستحكم الطب الشرعي بالعديد من الحملات للكشف عن المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة. خلال السنتين الماضيتين تم الكشف على ما يقرب من 330 ألف موظف داخل 29 وزارة لكافة المحافظات. أول لما بدأنا الحملات كانت نسبة التعاطي 8%، النهاردة نسبة التعاطي حوالي 2% داخل الجهاز الإداري. لكن لقينا إن في حالات كتيرة بيحصل عملية تكرار في ثبوت تعاطيها للمواد المخدرة، وبعض هذه الحالات موجودة في يعني بعض الأماكن والمرافق الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين. من هنا جت فلسفة قانون مكافحة المخدرات أو قانون شغل الوظائف للعاملين الجهاز الإداري للدولة، واللي بينص على في حالة ثبوت تعاطي المواد المخدرة لدى موظف الحكومة يتم فصله. وده يمكن يعني بيحقق لنا او بيسد فراغ تشريعي الموجود في الفتره الحاليه، وبيحقق لنا نوع من انواع الردع، لان احنا مش مستحملين وجود حوادث اخرى ناتجه عن عدم مسؤوليه او تعاطي المواد المخدره لدى القائمين على العديد من المرافق الحيويه. فكره القانون صحيح هي فكره صارمه جدا وحاسمه جدا تجاه تعاطي المواد المخدره لدى العاملين من الجهاز الاداري للدوله، ولكن هي بتدي فرصه 6 شهور لأي واحد عنده مشكلة مع الإدمان سواء تعاطي أو إدمان يتقدم من خلال 16/0/23، وإحنا بنقدم له خدمة العلاج مجانا وفي سرية كاملة. فبعد إقرار القانون هناخد 6 شهور مهلة علشان لو أي حد عايز يتقدم للعلاج من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. بعد كده لو نفذنا الحملات وتبين تعاطي الموظف من المواد المخدره وان هو بيمارس ويباشر عمله تحت تاثير المواد المخدره، هنا طبعا هيبقى في تعامل بلا هواده ويصل الى درجه الفصل طالما ان هو لم يتقدم توعيه للعلاج. في حاله ايجابيه العينه بنبلغ الموظف بايجابيه العينه وان احنا هنحرز العينه ونوديها لمعامل وزاره الصحه علشان يبقى في عينه توكيديه ونتاكد بشكل قطعي ويقيني من ثبوت تعاطي المخدرات. لو النهارده الموظف معترض على النتيجه وعايز يحتكر لجهه غير تنفيذيه يقدر ان هو يتظلم من خلال مصلحه الطب الشرعي، وفي بيكون متواجد ممثل عن مصلحه الطب الشرعي متواجد داخل اللجنه بيقدم له التظلم، تحصل عمليه يعني اعاده يعني تحليل العينه ذاتها مره اخرى، او لو الموظف عايز النهارده ان هو يعني في كشف كلينيكي عليه مره ثانيه من خلال مصلحه الطب الشرعي، ده ايضا بتتم كجهه تظلم.